Welcome back again viewers my, my friends watchers of my channel watch يشاهد أضفت له إي آر المشاهد play يلعب player لاعب teach يدرس teacher مدرس now write three original topic sentence for how to paragraph الآن اكتب ثلاث جمل افتتاحية لفكرة من نوع كيف how to use some of the topic suggestions that are listed استخدم بعض من الاقتراحات المواضيع التالية that are listed والتي قائمة or think of other topics أو فكر في مواضيع أخرى that you might want to use later والتي ربما تستخدمها لاحقا when you write your own how to paragraph عندما تكتب البراغراف الخاص فيك من نوع how to let's have the list topic suggestions اقتراحات مواضيع get a sorry get an A in English الحصول على درجة A بالإنجليزي get an F in English الحصول على درجة F بالإنجليزي meet new poop new people in a new place مقابلة ناس جدد في مكان جديد learn a new language تعلم لغة جديدة learn a new language it's repeated here anyway get the job of your dreams الحصول على مهنه احلامك check the oil in a car تحقق من او تحقق من الزيت في السياره change a flat tire تغيير اطار السياره الفارغ من الهواء study for tests الدراسه من اجل الاختبار avoid studying for tests تجنب الدراسه من اجل الاختبار raise a happy child تربيه طفل سعيد raise a, a spoiled child تربيه طفل مدلل catch fish صيد السمك train تدريب falcon الصقر hunting dog كلب الصيد parrot الببغاء make عمل بيتزا بكالوفا بك بقلاوه البقلاوه بورشيت بورشت بورسيتش بورسيتش اكله ناشوز كل هذه اكلات اور اني سبيشال فود او اي طبق او اكل خاص ميكابيناتا بيناتا لعبه اسبانيه عباره عن بالونات او اشياء تصنع من الفخار أو الورق المقوى وتعلق وتلف يوضع في كل خانة حلوة أو فلوس أو هدايا وتضرب بالعصا هي نوع فقط من الألعاب بيناتا قرأت عنها لعبة إسبانية ديكوريت أن تزيين البيضة يوز تشوبستكس يوز chopsticks what's meant by chopsticks العصي ايوه عصي الاكل thats it شكرا ابو خالد use chopsticks عصي الاكل play a childs or children games لعب العاب الاطفال all these topic suggestions اقتراحات مواضيع انا اخترت منها you are able to raise spoiled child by adopting these advices انت قادر على تربيه طفل مدلل بتبني هذه النصائح it is easy to make a wonderful baklava by following these steps من السهل انك تصنع او تطبخ او تعد البقلاوه by following these steps باتباع هذه الخطوات Everyone can study for tests. كل واحد ممكن يدرس للاختبار easily بسهولة by taking these procedures باتباع هذه الإجراءات. كل هذه اخترتها من القائمة اللي قبل وعملنا عليها topic, sentence, topic, sentence. This is the end. Wait for more. Bye bye. should sticks huh thank you